ضعف الحجاز وفي النهاية سنة 1926 قوات عبد العزيز بن سعود سيطرت على مكة، مكة المكرمة، وأبعدوا الأشرار عن الحكم، وطبعا سيطر على بقية الجزيرة العربية التي كان يستقدم عليها آل رشيد. فتكونت تأسست المملكة العربية السعودية سنة 1928 أعتقد. فصار يعني سياسة، صار تقارب سياسي، وهو كان مستشار فقرروا أن الملك السعودية وملك العراق ينطقون في شط العرب في باخرة اسمها لوبن، Her Majesty Service لوبن في شط العرب. وتشوفوا هاي بصورة من هذا السويدي، عبد العزيز بن سعود، الملك فيصل، سير فرانسيس هامفري اللي صار مندوب السابق البريطاني الرابع الخامس العفو، بعدين صار سفير، هذا سير جون الين قائد القوات في المنطقة، وهذا مارشال قائد القوات الجوية في منطقة الشرق الأوسط. وبين الواقفين اللي ورا جون جلوب، جلوب باشا كان موجود، بس هاريسون نيكسون كان يبتعد على التصوير، فتشوفون صورة ما موجودة، بينما هو اللي كتب الاتفاقية كانت من 13 فقرة، وهو كان 13 ومذكورة في كتابة في مذكرة. طبعا ملك الحجاز الأول أو الشريف حسين أبعد سنة 1924 إلى قبرص، ومنعت القوات البريطانية من أن يدخل أي دولة عربية. وبعدين ابن الشريف علي صار ملك الحجاز لنقطة قليلة، وفي قانون الثاني 1926 طبعا احتل الحجاز وأبعد الأمير علي اللي هو الأخ الأكبر للملك فيصل والأمير عبد الله. فتفرض صار عنده ستروك، صار عنده جلطة بالدماغ، فهاري سندرسون راح شخص للملك وطلب نقله إلى عمان، لأن العائلة طلبت ينتقل منهم إلى عمان بين أهله. أكتب problems producing the noise. I'm not sure about that. Okay. فطلب من سير رونالد ستورز لدبر حاكم قبرص بنقله، ووافقوا على نقله. طبعا ملك الحجاز الشريف حسين كان جدا شاطر لخالي سندرسون، قال له انا كنت في يوم من الايام كنت انطي لقب الباشوات والبيجات، بس انا هسه ملك بدون مملكه، والوحيد وابني فيصل ما يقدر يمضي لقب الألقاب ولا نوطات. الوحيد اللي يقدر يمضي الألقاب هو الأمير عبد الله أمير شرق الأردن، وقرر أن يمضيك لقب الباشا ويمنحك موقع الاستقلال which was once mine to give. فمن ذلك الوقت فلقب الباشا هو من الأمير عبد الله بطلب من الشريف حسين. الشريف حسين توفق بعد عدة أشهر في عمان، وسنة 1932 3 أكتوبر العراق أصبح دولة حرة، ودخل عصبة الأمم في سنة 1932، ولقب المندوب السابق البريطاني تحول إلى السفير البريطاني في العراق، سير فرانسيس هنري هامفري. الملك زار إيران وزار بريطانيا، وكان مع هاري سندرسون. هاري سندرسون كان يكتب خطب الملك، وكان يسمع له الملك، يقول له أنت تتكلم بكذا، ارفع صوتك، نصي صوتك، مثل ما إذا شفت الفيلم مع الملك بريطانيا. أي نعم. فهي used to give him tuition to help him speak in a proper way.
and and he made it clear. طبعا الزيارة الأخيرة هي كانت في حزيران 1932 1933 إلى بريطانيا مع هذا جورج الخامس. وأكد على قضية فلسطين أنه قلق الحكومة العراقية من كثرة هجرة اليهود إلى فلسطين، وهناك يعني يكون تأسس دولة يهودية وكذا. فبقى الحقيقة رجع الملك إلى بغداد، بس بقى الدنيا سيف فبقى في انجلترا هذه السنة الست. وانطى الملك جورج الخامس انطى هذا الموب الاوبي وهاي نشر في المجلة الأوروبية البريطانية أنا ما أخذها منها. لكن الملك صحته ساءت وسفر إلى سويسرا ومات في مدينة بيرن، والتشخيص كان إنه كورونري ثرومبوسيس، إنه انسداد الشرايين الكليلية. فتوج الملك غازي ملك، وبقى الملك بقى خالصا بس الطبيب الحقيقي. لكن علاقته مع ملك غازي ما كان يحبه كثير، بس بقى كمستشار له. واحده من استشارات هاري سندرسون الملك غازي انه بعد ما يتزوج يختار على كل الالويه العراقيه، ما ياخذ زوجته معاه حتى يحبب نفسه الى الشعب. بس هو زار فقط البصره والكربلاء والنجف والموصل، وما زار اي بلد اخر، ما زار ما طلع خارج العراق فتره حكمه. وبنى يشتري سيارات، كان عنده سيارات كثير راسبات، وبنى صالة عرض سينمائي في القصر. فاللي رستم حيدر اللي كان مسؤول عن انضباط الملكي وبعدين صار وزير المالية، فقال للملك يعني انه مصروفات انضباط كثيرة كلش، فلازم تقلل من المصرف. واشترى جهاز ارسال اذاعة كان يبيع منها. فكانت علاقته مع قسم من الوزراء غير جيده. طبعا هو وساندرسون طلعها من عماد كليه الطب سنه 34، بس بقى يعالج العائله المالكه. ومن ولد ابنه الملك فيصل الثاني يوم 2 مايو 1935 اداله سياره خط موبيل الى خالي سندرسون. لو خالي سندرسون كان دائما ما يسوق سياره، دائما عنده سايق اسمه عبد الله هندي، ودائما يلبس كاسكيت مال السايق. وخالي سندرسون يقعد دائما منهجيا ويقرا جريده، ابدا ما يباور على الرايحين والجايين. وكان الوحيد من الاطباء الالمانيين اللي ما يسوق سيارته، فدائما قاعد يقرا جريده في هذا الجزء من السيارة. العلاقة جيدة كانت مع بكر الصبي، وأيد ائتلاف بكر الصبي. علاقة العراق مع تركيا كانت جيدة، وكان سفير الألماني في العراق جروبا له انفلونس له تأثير كبير. وهتلر قال للملك يعرف يحب السيارات، قال مرسيدس. وهاي الصورة من طلعة السيارة من المصنع في شكون شعار المملكة على السيارة. لا زالت السيارة موجودة في منتزه الزراعة في موجودة. لكن الملك توفى، قتل في حادث ميستيريوس كار كراش قبل منتصف الليل ليلة 3/4. كان ملك كان هاري سندرسون يتعشى مع صديق ويقول جاني التليفون، يقول لكين اكسيدنت ليدين. فيقول انا راسا فضلت ابراهام، قال ابراهام قلت له الملك تتجه الى القصر وانا جاي اشوفك في القصر. وطلب من
طلب من انبناط انه يخبرون نور السعيد لان كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت. فوصلت سياره البلاط لان كان سيارتي يتحطموا بين مواصله عام فاخذوا سياره عسكريه. من وصل قال شفت الملك ودماغه كان خارج الجمجمه وكان تنفسه صعب جدا وابدا ما يعني فاقد الوعي. ومستر برانان قال كذلك انه ما يعني حالته ميؤوس منها. فطلبوا راسا من الدكتور صائب شوكت اللي كان هو الاستاذ المساعد لدور ابراهام ان يحضر لان قال الملك راح يموت واحنا اطباء انجليز اثنين ودروبا فاتر يبلينا يقول انجليز قتلوا غازي. شهاده الوفاه وتوفي 12 ونص و5 وقعت شهاده الوفاه بين الاطباء الثلاثه. طبعا الملكه عاليه والملكه نفيسه اللي هي زوجة الشريف علي ام حافظ الله وام الملكه عاليه قالوا للوزراء بالحضور انه كانت اراده بلغازي انه يكون عبد الاله الوصي على فيصل. فسألوه هاري سنتس هل تكلم غازي بعد؟ قال والله هي didn't ما في حلقه لان كان فاقد الوعي. وهي الحقيقه الملكه عاليه طلبت من هاري سنتس ان يقول لنور السعيد انه قال هاي وصيته الاخيره. بس هو ما قبل يقول هذا الكلام. ثاني يوم مثل ما صارت مظاهرات خاصة في البصرة وقتل القنصل البريطاني في الموصل وصارت حوادث. طبعا عبد الإله كان يريدون يسووه وصي بس انتبه خالي سندرس لأنه عبد الإله ما عنده الجنسية العراقية. هاري لا زال جوازه حجازي لأن كان يتأمل أنه في يوم من الأيام يصير ملك على الحجاز لأن هو ابن الشريف علي ابن الملك العرب الثاني. فطلعوا اراده ملكيه بتنصيبه باغنام ملكها الجنسيه العراقيه وتوج كراون برنس حتى يصير برنس ريجنت او الوصي على الملك فيصل. طبعا الحوادث بدات الحرب العالميه الثانيه وصارت مشاكل كثير. طبعا صار اكو فد تحرك ضد بريطانيا باعتبارها يعني لا زال يمرونها كدوله مستعمره. فصارت حركه المربع الذهبي او المقاطع الاربعه نسميهم ذا جولدن سكوير المربع الذهبي صلاح الدين الصفار وكمان الشبيب فهمي سعيد ومحمود سلمان وصلت في مايس صارت الحركة مالتهم. بالحقيقة انهزم الوصي إلى إيران وطبعا الملك سفر إلى شمال العراق ويا والده. بس طبعا المساعدة من هتلر ما وصلت اللقوة فنبر رايب والقوات البريطانية من الحقانية قدرت تسيطر على الموقف وسيطروا على طبعا انهزموا المربع الذهبي وكيلاني انهزم الى ايران وبعدين شفوا صوت مع هتلر في صاحب هتلر رشيد علي الكيلاني. مع الاسف انه من رجع سندرس شاف بيته فهد لان كحقيقة صلاح الدين الصبار استعمله كمركز عيادته. وحتى يقول من وصلنا يلمون كل الغرار شفناهم يأخذوها باللوريات وما بقى شيء من غير